مع انتصاف النهار يوم الجمعة من كل أسبوع يهم الشاب المقدسي يعقوب سارة لتحضير فطائر البيتزا لأصدقائه الأطفال من المرضى والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة في بيت لحمة. طلب عليها بصل وإيش؟ فطائره ليست معجونة بالطحين فحسب، بل بالحب والعطاء أيضا. فمنذ 3 سنوات يصنع سارة فطائره في محله الواقع في باب الخليل في القدس. هلأ عمالي بشتغل، عم بحضر بالصواني، 8 صواني اللي بحبوها ممن إيش بحبوا الأطعمة اللي بحبوها، متعودين على هذا الموضوع كل يوم جمعة، حتى أن أنت بس توصل عندهم بتلاقي في الكالندر موجود يوم الجمعة يوم البيتزا. في الأولاد دول بعازل كتير دعم، يعني من ما في حدا بسأل فيهم، يعني أهليهم زتون للأسف وما حدا بيجي بسأل عنهم من كل القرى اللي حوالين فلسطين، اللي حوالين بيت لحم ورام الله وهذا. فمهم جدا إنه الناس تصير تسأل فيك عالم. ثم ينطلق بها مسرعاً إلى مدينة مهد المسيح من أجل أصدقائه الأطفال الذين ينتظرون وصوله بشغف ولهفة. وعلى إيقاع دقات قلبه المعطاء يشق يعقوب طريقه نحو مدينة الميلاد ليبدل تعبير البؤس بالفرح ويعيد إلى الوجوه التي شاخت قبل الأوان بعضا من ملامح الطفولة المفقودة. كان الأطفال ينتظرونه في دير بيت الطفل يسوع الذي تديره 5 راهبات من رهبنة الكلمة المتجسدة الأرجنتينية، ويأخذن على عاتقهن رعاية 27 طفلا وطفلة. شو الأم بتسوي في البيت؟ إحنا نفس الشيء، يعني مثلا احتياجاتهم أكل، مش عارف استحموا، مش عارف إيش مدرسة، نفس الأم يعني كل إشي. هلأ أنا كتير مبسوطة علشان يعقوب بيعمل عمل، يعني عمل محبة، وتحرموا من حنان الأم، تحرموا من حنان الأب، ومش كلهم عندهم أهالي، فهذا الإشي عشانهم إن كأنه في نقص حنان عندهم. فدايما لما في أولاد عندنا لما بيجوا الناس بتعلقوا فيهم لدرجة لما الناس بتمشي بصير يبكوا. خضر أبو لطيفة ابن 11 من عمره يحلم بامتهان التمريض عندما يكبر لشدة تأثره بعطف الراهبات ورعايتهن له ولأصدقائه. أنا مبسوط كتير لأن عايشه، لأنهم بيعتنوا فيها بصير ممرض زي ما الرهبات بيعتنوا في الأولاد. ما وجه رسالة للشباب وللأولاد وللكبار كمان بالعمر، إنه اسألوا في هذا العالم، هذه أهم إشي موجود عندكم، وربنا والمركب اللي مش لله بتغرق. هذه رسالة قوية يبعث بها الشاب يعقوب إلينا جميعا ليؤكد من خلالها فعلا وقولا على أن مساعدة المحتاجين وتعميم ثقافة المحبة والخير هي أفضل السبل لتطبيق تعاليم السيد المسيح.